توضيح سريع كده بإذن الله بخصوص حاجة مهمة الناس كلها بتسأل عليها، وهي التقييمات الأسبوعية. طبعا الناس اللي مش عارفة لسه أو مش واخدة بالها، وموقع وزارة التربية والتعليم نزل 3 ملفات طبعا لكل فصل دراسي، يعني أولى ثانوي تمام، تانية ثانوي تمام، دول اللي احنا شغالين بيها. فأنت بالنسبة لك مثلا هناخد مثال على طلبة أولى ثانوي، وده هيتطبق على تانية ثانوي. بنزل لك 3 ملفات على موقع الوزارة، حاجة اسمها الأداء الصفي، حاجة اسمها الأداء المنزلي، حاجة اسمها التقييم الأسبوعي. ال3 ملفات دول كل ملف عبارة عن 15 سؤال. الأداء الصفي ده المستر بتاع المدرسة بيشتغل من الأسئلة دي، يعني مثلا هو شرح مثلا الدرس الأول في الجبر مثلا مقدمة عن الأعداد المركبة، فبيبدأ يجيب بعض الأسئلة من الأداء الصفي دي ويبدأ يناقشها معاك في الحصة. حاجة اسمها الأداء المنزلي، المفروض إن هو بيحدد أسئلة منها ويبدأ يديها لك في الواجب وأنت تحلها في الواجب. آخر حاجة وهي التقييم الأسبوع، المفروض بعد ما يخلص محتوى الأسبوع إن هو بيديك زي امتحان بسيط كده، سؤالين 3 4 5 من ملف التقييم الأسبوع. ولو دخلت على الملفات دي هتلاقي السؤال الأول في الأداء الصفي هو السؤال الأول في الأداء المنزلي، وهو السؤال الأول في التقييم الأسبوعي، وقيس على كده ال 15 سؤال، يعني 15 سؤال هنا هم ال 15 سؤال هنا هم ال 15 سؤال هنا، ولكن باختلاف الأرقام فقط، ولكن نفس الفكرة بالظبط ولكن باختلاف الأرقام. باشمهندس لو أنت هتحل لنا إيه؟ إن شاء الله هنحل التقييم الأسبوعي لأن ده مهم بالنسبة لنا. وتوضيح مهم جدا جدا، لأن أنا هشوف ناس كتير بتقول الكومنت ده، إحنا مش بنحل ده معلش عشان أنت بتيجي مثلا زي ما بنقول بتغش الامتحان أو بتغش الواجب، لا. طالما الوزاره نزلت حاجه، وكانت نزلت قبل كده حاجه اسمها نماذج ارشاديه وامتحانات تجريبيه، كانت بتعتمد عليها في موضوع الامتحانات، واحنا سمعنا ان ممكن الامتحانات الشهريه تيجي على مستوى الجمهوريه الموحده، يبقى هو اكيد هيعتمد على الاسئله دي. فباذن الله هحل معاك التقييم الاسبوعي الخاص باولى ثانوي، ثانيه ثانوي ادبي، ثانيه ثانوي بحته، ثانيه ثانوي تطبيقيه، يعني هينزل لك 4 فيديوهات على مدار الاسبوع ان شاء الله، كل اسبوع بالنسبه ليه اولى ثانوي هو ملف واحد اللي هو التقييم الاسبوعي، طبعا كل اسبوع فيه تقييم. انما ثانيه ثانوي بقى عندنا ثانيه ثانوي ادبي وثانيه ثانوي بحته وثانيه ثانوي تطبيقيه اللي هم خاصه بطلبه علمي، احل معاك ال4 فيديوهات دول ان اراد ربنا ان شاء الله. طيب ال4 فيديوهات دول هينزلوا لك على ايه؟ هينزلوا لك على القناه البديله بتاعتنا، هتسيب لك اللينك بتاعها في الكومنتات، او لو انت بحثت بس في السيرش على اليوتيوب على مستر حسام ميرا هتلاقي القناه ظهرت معاك، هنبتدي ننزل عليها الفيديوهات باذن الله. وده توضيح بسيط وسريع جدا جدا بخصوص اللي احنا هنعمله في التقييم خلال الفتره اللي جايه.